أنا أتمنى هذا الحزب اللي يحط فقرات حتى يقدر يستفاد، والله لحرقه هو المقر مالته. تيزاب تيزاب هيك أحط عليه نفط وبنزين، هو وحزبه وأعضاء أو زعيمه، ها يعني، وأحرقه وأخلص الشعب منه يعني. شنو هالقدرات هذه اللي ما زالت مصرة على أموال العراقيين الفقراء؟ ليش؟ وقصة بالموازنة اللي هي الاستثناءات، هذه الموازنة انفتحت بها الاستثناءات بالإضافة إلى رفع مستوى التخصيص المالي أو التوقيع المالي، وهذه مرحلة المراحل كانت أبواب من أبواب الفساد. ليش الإصرار عليها؟ تعتقد أنه فعلا هذه المرة توسع باب الفساد بالمحافظات بهاي طريقة الإحالة المباشرة؟ شوف، كل محافظ أو مسؤول يطلب استثناء من تنفيذ العقود الحكومية هذا يعتبر عنده مشكلة ويريد يحلها الفساد. ليش استاذ نجم؟ كل محافظ، كل اي شيء مسؤول. ليش باشا؟ لانه انت اليوم عندك تنفيذ العقود الحكوميه يربط لك 15 يوم تعلن مناقصه وتفتح عطاءات وتسوي تحيل عطاءات وتحيل. ليش ما تسوي هاي العمليه كلها تطول شهر؟ كل العمليه تطول 30 يوم، ليش ما تسويها؟ لا هاي تاخرني، يعني هذا 30 يوم ياخرك عن انجازك العظيم اللي انت سنه تحفر شارع ما تبلطه. إذا أنت عندك مشكلة كبيرة، لا حد يكذب. أنا قدام الإعلام وقدام جنابك أقول كذب عملية استثناء من تنفيذ العقود الحكومية فقط للطوارئ. ما كان عندنا هاي القصة أخوان الأعزاء، هاي القصة مع الاستثناء من العقود، تعليمات العقود الحكومية للطوارئ. يعني مثلا مفوضية الانتخابات ما تلحق هذا الشهر باعتبار أكو طبع وعسري، خلي طبعون، خلي يسوون عقد مباشر وخلص، ما عندنا مشكلة. لكن انه تسوي دعوات مباشره وبكيف الوزير، بكيف المدير العام، بكيف المحافظ، وينطر ربعه ثلاث عروض وهم يجيبون ثلاث شركات وهم ثلاث شركات يعلنون وهم يحطون اسعار وهم يشتغلون، وبالتالي هاي 30 يوم اللي هو اجتازها على مود هاي العمليه اخرك سنه بالعمل الموجود. زين، المحافظ عنده هذا الطموح لان عنده ربعه، واضح الحكومه ليش تقبل؟ يعني ما أخفيك أستاذ نجم، بعض الوزراء يعني نفس القصة، يعني هو الموضوع موضوع كوميشنات وفلوس. شيني وشيلك، شيني وشيلك، وباعتبار هاي القصص ده تصير طبيعية. والبرلمان ليش وافق؟ يعني البرلمان الحزب الوزير ماله يعني مطبوخة شوه باشا، يعني الواني عدي وزيري فلان وزير، أدور له مخصصات وأدور له استثناءات حتى أقدر أشتغل. خمواني جاي لا حتى يقدر يبوق بس اي هو اي حتى يعني يقدر يشتغل الشغل. انا قصدي حتى يقدر يشتغل الحزب، مو قصدي يشتغل وزير. رحمة الله على وجهك، يعني عفوا اتهمت خطا. حتى انا مرات ما يقف، لا حتى يقدر يشتغل الحزب، يقدر يشتغل شغله. يطون الوزيرهم ووزير اكو شركه، اكو يعني اكو شراكه بوزير، هو يراعوهم بالموازنه هالسنه الولد ان شاء الله، يعني يشتغلون زين. طبعا بالتاكيد طبعا، بس ان شاء الله أنا ما أخفي كان متفائل ببعض القضايا المهمة، باعتبار دا أشوف بعض الأحزاب تزعل من الرئيس الوزراء، دا أشوف تزعل يعني دا أشوف. والله أنا عندي أمل بهذا الرجل، أنا دائما أقول لو أنا هو يدري بي، لا أريد منكم جزاء ولا شكورة، ما عندي حاجة أي أم يم أي مسؤول، بس أنا إحنا نعرف أنا أتمنى هذا الحزب اللي يحط فقرات حتى يقدر يستفاد، والله لحرقه هو المقر مالته. تيزاب تيزاب هيك احط عليه نفط وبنزين، هو وحزبه واعضاء او زعيمه، ها يعني، واحرقه واخلص الشعب منه يعني. شنو هالقدرات هذه اللي ما زالت مصره على اموال العراقيين الفقراء؟ ليش؟